ام محمد معانا من مصر، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا رب، تسلمي. اخبار الكهرباء ايه والاسعار ايه؟ كل سنه وانت طيب الاول. وحضرتك طيبه وبخير يا رب، تسلمي يا رب. تنعاد عليكم بخير جميعا يا رب. يا رب اجمعين يا رب. بص يا استاذ احمد، احنا من الاخر كده مش عارفين نعيشه من الاخر. ليه؟ الدنيا غاليه والله، الدنيا غاليه جدا. يعني بعض الناس بتقول ما هي طول عمرها كانت غاليه، ايه اللي حصل دلوقتي؟ ليه الكيلو الرز البسمتي ب 100 جنيه والكيلو الفراخ ب 100 جنيه؟ حضرتك منين؟ من اي محافظه؟ انا من اسماعيليه. الرز البسمتي ب 100 والفراخ ب 100. ايوه والله. طب ما كويس، ده كانت ب 130 الفراخ دي. لا ده الفراخ اللي هي الفراخ اللي هي المخليه ب 230 الكيلو. طيب يعني بيع ارض وباعوا، سلف واستلفوا وحطوا فلوس اهي وقالوا الاسعار هتبقى كويسه وافراجات جمركيه ومش عارف ايه، يعني ليه ده ما انعكسش على الناس؟ طيب مش هيشبع والله يا استاذ احمد، مش هيشبع لو باع مصر كلها. ايه الحل من وجهه نظرك؟ هو بص، هو الناس غلطت غلطه عمرها لما طلعوا على الدكتور محمد مارس، هي دي الغلطه الوحيده اللي عملوها. ده تمن، انت شايفه ان احنا بندفع تمن ده؟ ممكن ليه لا. ما هو اللي ما بيقفش جنب المظلوم ربنا اكيد ربنا يعني بيضايقه. ما فيش حد هيشوف ظلمه قدامه ويسكت وربنا يسيبه يعني. ربنا يلطف بينا. بشكرك يا ام محمد، شكرا ليكي، تحياتي لحضرتك.